وينضم إلينا السيد نبيل بردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية. سيد بردينة، أهلا بك على القاهرة الإخبارية. بماذا تعلق على هذه الاقتحامات التي ترأسها وتزعمها بن غفير، وهذه طبعا ليست المرة الأولى؟ يعني مما لا شك فيه أن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة من العدوان. أولا، هذه الزيارات المشبوهة هي زيارات رسمية حكومية. كانت الحكومات الإسرائيلية السابقة تقول أنهم من المستوطنين. الآن المستوطنون في الحكومة ووزراؤهم هم الذين يقودون هذه المظاهرات. المستوطنين يقتحمون القرى، والوزراء يقتحمون الأقصى، وللأسف معتمدين على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وعلى صمت العالم العربي وعلى عجز الدول الأوروبية. على أي حال، كل هذه الاقتحامات لن تؤدي إلى أي نتيجة، ولن تحقق أمن أو سلام لأحد، لا لإسرائيل ولا للمنطقة. إسرائيل للأسف تعبث بأمن المنطقة، ليس بأمن الشعب الفلسطيني فقط، وإن كان ما تقوم به هو استخفاف بالأمة العربية وبالأمة الإسلامية وبالأمة المسيحية. هذه حكومة خارجة عن القانون، وتحولت إلى كيان معتدي على كل المفاهيم وعلى كل القضايا. طيب، ما المساحة التي تتحرك فيها الرئاسة؟ نعم، المساحة التي يمكن أن تتحرك فيها الرئاسة الفلسطينية ردا على هذا الاقتحام. أولا، الصمود الفلسطيني. ثانيا، المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية سوف تستمر، ثم سنبقى متمسكين بالشرعية الدولية وبالشرعية العربية، وسيبقى لنا تدخلات مع محكمة العدل الدولية ومع محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن. سنطرق كل الأبواب، لكن إسرائيل للأسف كما قلت لك قبل قليل، إسرائيل محمية أمريكية، ولا بد من أن يكون هناك صوت عربي موحد تجاه الإدارة الأمريكية التي تقول أن إسرائيل تقوم بالدفاع عن النفس. وبالتالي الولايات المتحدة مستغلة الصمت العربي ومستغلة استمرار صدور إدانات، والإدانات وحدها لم تعد تكفي من أي جهة كانت، وإن كانت ضرورية لابد من إدانة ما تقوم به حكومات الاحتلال. لكن يجب أن يعلم العالم أن إسرائيل لا تأبه لا بالإدانات ولا تأبه بأي قضية، لأن الإدارة الأمريكية الحالية تماما كالإدارات الحالية السابقة تقوم بحماية إسرائيل. إسرائيل في النهاية مستعمرة أمريكية تحميها بالمال وبالسلاح، ومعتمدة أن العالم العربي مجزأ وقسم ومشغول بقضاياه الداخلية، وليس أمام الشعب الفلسطيني مفر سوى استمرار الصمود والمقاومة واستمرار التصدي للعدوان. وبالمناسبة، لدينا القدرة على إفشال أي مخطط، كما أفشلنا مخطط ترامب بصفقة القرن التي قالت أن إسرائيل عاصمة إسرائيل، فقلنا له الولايات المتحدة وترامب خارج الطاولة، وقطعنا الإدارة الأمريكية. هذه أسلحة الشعب الفلسطيني، الصمود وأن نسقط أي مؤامرة. لكن هنالك واجب على الأمم المتحدة، واجب على الدول العربية، واجب على الاتحاد الأوروبي أن ينتصروا لما يقولوه، يدينوا هذا الإجراء ولا ينفذ. ثم الأمم المتحدة لديها قرارات وأمريكا تمنع تنفيذها. طيب، ومن هنا يجب أن يكون معروفا تماما أننا أمام عدوان إسرائيلي أمريكي بريطاني مستمر على الأمة العربية، ابتدأ من 100 عام ولا زال. وهدف أمريكا واضح تماما، هو تجزئة العالم العربي وحرقه، وهذا ما يجري للأسف في 6-7 دول عربية حولنا. أسقط الربيع العربي من خلال الرئيس السيسي، والآن بدأ الجزء الثاني من الربيع العربي المشبوه في السودان وفي غيرها من الدول العربية. طيب، نعود سيد نبيل إلى ما حدث اليوم من اختراق أو من اقتحام، تفضل. دون حل القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة العربية تتعرض لكوارث تحت عنوان ربيع عربي مشبوه، يبدأ في مصر ثم ينتهي بالسودان ثم ينتقل إلى ليبيا، وهذه المأساة الدائمة والمستمرة.
هل نتوقع محادثة مهاتفة أي تنسيق بينكم بين الرئاسة الفلسطينية بين الرئيس أبو مازن محمود عباس وبين أحد من القادة والزعماء العرب بينكم وبين الجامعة العربية على سبيل المثال؟ هل أصلا حدث يعني بالفعل أي اتصالات؟ الرئيس أبو مازن سيلتقي بالرئيس السيسي خلال 48 ساعة وكما هو معروف، والاتصالات الفلسطينية سواء على مستوى الخارجية أو مستوى الرئاسة مستمرة مع كافة الدول، لكن كما قلت لك العالم بحاجة إلى موقف عربي موحد تجاه الإدارة الأمريكية، وإلا سنبقى ندور في دوامة من العنف وعدم التوتر، ودون حل المشكلة الفلسطينية لن يحل أي شيء بالشرق الأوسط. صحيح. طيب، أمريكا تريد حماية إسرائيل، وحماية إسرائيل تتوقف على تدمير العالم العربي لا يساعد نفسه أو يساعد الشعب الفلسطيني. طيب، بشكل محدد سيد نبيل، وأرجو أن تكون الإجابة مقتضبة لضيق الوقت، هل هناك أي تصعيد من قبل الرئاسة الفلسطينية إما في السياق السياسي أو حتى في السياق القانوني ردا على ما حدث اليوم من اقتحام؟ يعني هنالك اجتماع في مصر في 30 من هذا الشهر لكل الفصائل الفلسطينية، سيترأس الرئيس أبو مازن، ثم سيلتقي بالرئيس السيسي، وبعد ذلك ستجتمع القيادة الفلسطينية لاتخاذ القرارات بناء على هذه الاتصالات المهمة التي نعول عليها كثيرا. شكرا جزيلا سيد نبيل بردين الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، كنت معنا من رام الله.